بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم آمين. اللهم في كل وقت وحين. الحقيقة أنه تميز منهج الإمام البخاري في كتابة الحديث وفي التأليف عموما بمزايا كتيرة جدا. أولا الدقة اللي كانت عند الإمام البخاري، لأنه توخى مثلا الحضر الشديد وهو بيألف جامعه الصحيح، الجامع الصحيح، وكان عنده تروي شديد جدا رغم حفظ الإمام البخاري الكبير واتساع مدارك الإمام البخاري ومعرفة الإمام البخاري العميقة برواة الحديث اللي هم بيطلق عليهم في علم مصطلح الحديث الرجال. وصنف الإمام البخاري الجامع الصحيح، قعد يألف في الكتاب 16 عام. يعني لنا إن احنا نتخيل لو أن مؤلفا يؤلف كتابا فيمكث في كتابته 16 عاما، يعني مدة طويلة جدا، وده دليل على شدة حرص الإمام البخاري والتنقيح والتهذيب اللي كان يجريه في كتابه عشان يخرج كتاب الصحيح بمنتهى الدقة والانضباط وفق المنهج اللي هو ارتضاه انه يعمل عليه داخل الجامع الصحيح. يعني من شدة حرص الإمام البخاري واستشعاره بانه بيبحث وانه بينقب وانه بيجمع وبانه بيهذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بيعد نفسه لكل حديث بالاغتسال وصلاة ركعتين قبل ما يبتدي بقى أنه يستفتح الأمر. كان بيعمل استخارة مرة ويستفتح الكتابة كذلك بالاغتسال وصلاة الركعتين، يعني تقديرا منه وإدراكا منه واستمداد من رب العالمين سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له ويهيئ له الخير. وده يديك نفسية هذا العالم الكبير ومدى إخلاص هذا المحدث العظيم المبجل الإمام البخاري، لأنه هو ده اللي جعل لكتابه كل هذا الزيوع اللي أثار الأحقاد ضده سواء في القديم أو في الحديث. إخلاص الإمام البخاري في صحيحه هو ده اللي فتح له باب الانتشار والزيوع والرواج في العالمين. بيقول الإمام البخاري: أخرجت هذا الكتاب، يعني الجامع الصحيح، من نحو 600,000 حديث. يعني قاعد ينتقي من 600,000 حديث، لأنه سافر شرقا وغربا جمع كل الأحاديث. لأن زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده زمان شوية، أنه كتير من الصحابة انتقلوا إلى كثير من الأمصار يعلمون الدين ويعلمون كذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق الناس إليهم لكي يتعلموا منهم، فانتشر الحديث في بلدان كثيرة، وأصبح لكل صحابي راوي أو أكثر من أو مجموعة من الرواة بيروا عنهم الأحاديث من هؤلاء الرواة اللي تلمزوا على إيد الصحابة الكرام بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسفار الإمام البخاري كانت كتيرة وكانت متنوعة في طلب الحديث الشريف. بعد ما جمع كل الحديث الذي وصلت إليه يداه، قعد يألف ينتقي وفق منهجه في 16 سنة، يألف كتابه اللي هو الجامع الصحيح. وبعدين بيقول كمان: وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. جعل الجامع الصحيح ده هو بيرجو إنها تكون حجة له يوم القيامة، فتكون سبب في دخوله الجنة وفوزه بمرضات الله سبحانه وتعالى. جعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. كل دي أمارات الإخلاص اللي ظهرت واضحة في منهجه وفي سمت الإمام البخاري وفي حرصه على طلب العلم وفي تعدد أسفاره وفي زهده رضي الله عنه. كان قليل الأكل رضي الله عنه، كثير الإنفاق على طلبة العلم رضي الله عنه، كان شديد الكرم. كل اللي يعامل الإمام البخاري كان يجد منه كرما وإكراما كبيرا.
الإمام البخاري لما بيوصف لنا أنه انتقل أحاديث من 600 ألف حديث وقعد 16 عام يألف في ده، وأنه اتخذ المؤلف ده حجة بينه وبين الله تعالى، ده بيدل على مدى تقدير البخاري للمسؤولية اللي هو فيها في اختيار الصحيح وانتقاء الصحيح من هذا الكم الكبير من الأحاديث التي بين يديه، الانتقاء والاختيار وفق منهج الإمام البخاري على شروطه كما سنرى. وكان الإمام البخاري دائم في طلب المدد والمعونة من الله سبحانه وتعالى، زي ما شفنا يغتسل ويصلي ويستخير قبل أن يضع، بعد ما يستفرغ كل الأسباب اللي بتؤدي إلى نجاح العمل العلمي هو مستعين بالله سبحانه وتعالى، وده يوحي إلينا جلال المهمة التي تصدى لها الإمام البخاري، وكان إنه يقدرها حق قدرها، فقد بلغ من حرص الإمام البخاري وعناية الإمام البخاري في الجامع الصحيح إنه أعاد النظر فيه مرات كثيرة جدا، وتعهده بالكثير من التهذيب والتنقيح قبل أن يخرج مؤلفه ذلك للناس. إحنا أمس تكلمنا في الشروط العامة في راوي الخبر، يعني راوي الحديث إيه الشروط العامة؟ واحد بيجيب خبر من رواة الحديث إنه ده خبر مروي عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نقله عن شيخي، الراوي بينقل عن شيخي، وهكذا إلى أن يصل إلى الصحابي ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعلماء الحديث حطوا مجموعة من الشروط اللي اشترطها علماء الحديث حتى يقبل الخبر اللي بيرويه لينا ولا الراوي ولا يرد هذا الخبر، غير أن الإمام البخاري قد زاد على هذه الشروط ما جعلها أكثر دقة وتشدد في مسألة قبول الرواية من الراوي. وذكر علماء الحديث اللي درسوا، اللي قاموا بدراسة صحيح الإمام البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأنه ده اسم الجامع الصحيح وبنذكر به بين الحين والحين. ليه؟ لأنه من الاسم ده أنت تقدر بمنتهى البساطة الباحث الطالب العلم يعرف منهج الإمام البخاري، وأنه ما جمعش كل الصحيح عشان دي اتخذوها مطعن ضده، لا، هو انتقى وفق المنهج بتاعه وجمع مجموعة من الصحيح في هذا الكتاب على شروطه، وطبعا مع اعتبار شروط علماء الحديث وزاد عليها الإمام البخاري. يعني اللي تتبعه بطريق الاستقراء، يعني استقرأوا كده منهج الإمام البخاري في صحيحه، وجد مثلا إنه هو اشترط في رواية الصحيح مجموعة من الشروط، منها الاتصال. ايه الاتصال ده؟ هو اتصال السند. يعني ايه اتصال السند؟ يعني اشترط الامام البخاري ان الراوي النهارده بيجي له بيقول له انه بيروي الحديث عن شيخه هذا او عن الشيخ الذي يروي عنه، انت شفت هذا الشيخ؟ اتلمست على ايديه؟ لازمته في طلب العلم؟ فاشترط انه مع المعاصره اللي ارتضاها اهل الحديث، مش المعاصره فقط، مش ان يكون في زمنه بس، لا، وكمان اللقاء، فاشترط مع المعاصره اللقاء، ان هم يكونوا في زمن واحد وان يتم لقاء الراوي بشيخه الذي روى عنه. فما اجي اقول النهارده فلان يروي عن فلان، فهذا الراوي يروي عن شيخه، يبقى بتروي عن شيخك بان يكون إسناده من شيوخه إلى الصحابي متصل، إسناده من شيوخه إلى الصحابي متصل من غير طبعا شذوذ ولا علة كما ذكر، وإنه يكون الراوي ده طبعا ثقة، وإنه يكون مشهور بالعدالة في نفسه والضبط لما يرويه، وإنه يكون طبعا في أعلى درجات الضبط والإتقان بين الرواة عن شيخه، وطبعا يستوفي هذا الراوي كل الشروط اللي قالها علماء الحديث مع ما أزاده الإمام البخاري من شروط. طيب طريق ثبوت اللقاء عند الإمام البخاري يعني تدور على التصريح
بالسماع في الإسناد. أنت بتقول أيها الراوي، مثلا فلان ده بيروي عن شيخه فلان. طيب يعني لما يجي يعبر، لما يجي يتكلم يقول الراوي في روايته عن شيخه، يعبر بصيغة صريحة في السماع من الشيخ الذي لازمه وأخذ منه رواية الحديث، زي مثلا سمعت من فلان، من شيخي فلان، حدثني شيخي فلان، أخبرني شيخي فلان. يبقى سمعت وحدثني وأخبرني معناها أنه إيه؟ عاصره ولازمه واستمع منه، خد منه الحديث مباشرة. فإذا ثبت السماع عند الإمام البخاري في موضع إن الراوي سمع عن شيخه ذلك، إذا ثبت السماع عنده في موضع بيحكم به في سائر المواضع. وعشان كده كان الإمام البخاري بينتقم من الرواة، لأن ده شرطه اللي شدد فيه جدا، ينتقم من رواة الحديث من كانوا أكثرهم صحبة لشيوخهم وأكثر ملازمة لهم وأعرف وأكثرهم معرفة بحديث شيوخهم. وعلى أساس ده، أو على أساس من هذه الشروط، جاء صحيح الإمام البخاري مختصر، ما استوعبش كل الصحيح، بل هو ترك كثيرا من الصحيح لأنه تشدد الإمام البخاري ووضع يعني شروطا كما رأينا زاد فيها، كانت أكثر دقة في قبول الخبر. حتى الإمام البخاري نفسه بيتكلم وبينبه، بيقول لم أخرج في هذا الكتاب، أي في الجامع الصحيح، لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحة، وما تركت من الصحيح أكثر. لأنه هو درة، كتاب الجامع الصحيح درة، هو بينتقي وقعد 16 عام يألف ويجمع ويشوف الرواة ويتتبع كل راوي ويتأكد إن الراوي ده تتلمذ على شيخه وسمع منه مباشرة من غير قطع، متصل لغاية ما يوصل إلى الصحابي، ومن الصحابي رفعه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. منتهى الدقة من الإمام البخاري. وأهل التخصص، أنا بس بجتهد قدر الطاقة أوصل جهد هذا الإمام المبجل، عشان من يطعنون في علمه لم يقوموا بدراسة ما قام به هذا الرجل. منهجه غاية في الإبداع في التأليف. حتى احنا لما هنعيش ونشوف داخل الجامع الصحيح نفسه من التنظيم والتبويب اللي بيبرز أنه فقيه مجتهد رضي الله عنه. بلغ كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، اللي هو الجامع الصحيح للإمام البخاري، بلغ مبلغ عظيم جدا من الانتشار والذيوع بين أهل العلم خاصة والناس عامة. لذلك لما أخرج الإمام البخاري الجامع الصحيح للناس وبدأ يحدث به، يعني خلاص خرجوا في كتاب وضبطوا وهذبوا ورجعوا وأعطاه للعلماء، زي ما شفنا بص فيه الإمام وراجعه الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، يعني راجعه أهل زمانه من أهل الحديث، ده فوق الدقة الشديدة اللي تكلم فيها كثيرا علماء الحديث، دقة الإمام البخاري وانضباط المنهج اللي ماشي عليه. لو أنا مش فاهم منهج الإمام البخاري، هتسمعوا الكلام اللي انتوا عمالين تسمعوه ده قول ناس بتتكلم بلا علم. لازم أبقى فاهم كمان الدراسات اللي قامت على هذا الجامع الصحيح، لأنها بتعرفني درر ومعاني كثيرة، فأقدر أستوعب العلم العظيم والمنهج الرائق اللي اشتمل عليه الجامع الصحيح للإمام البخاري. بدأ بعد كده الإمام البخاري لما خرج الجامع الصحيح، خرجه كتابا للناس، بدأ يحدث به وطار في الآفاق أمره، فهرع إليه الناس من كل فج يتلقونه عنه، حتى بلغ، قيل إنه بلغ من أخذه اللي تلقى الجامع الصحيح وسمعه من الإمام البخاري نحو من 100,000 نفس، 100,000 شخص من طلبة العلم، وانتشرت نسخ
الجامع الصحيح في الأمصار، وعكف الناس عليه حفظا ودراسة وشرحا وتلخيصا. والحقيقة إنه كان فرح أهل العلم بالجامع الصحيح عظيم، لأنه جهد كبير قام به الإمام البخاري. أحب أختم حلقة النهاردة أو مقدمة الحلقة بالرؤية اللي رآها الإمام البخاري في منامه. شفتوا أنتوا لو تتذكروا لما هو سمع في مجلس شيخه بأنه رجى من طلابه أن هم يقوموا بأنه يألفوا في الحديث، في مختصر الحديث الصحيح، وده زي ما الإمام البخاري قال وقع ذلك في قلبي. كذلك في رحلته رأى هذه الرؤية التي يرويها الإمام البخاري، فروي عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأني واقف بين يدي وبيدي مروحة، حاجة زي المروحة اللي بنهوي بيها، فهو واقف بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إيدي المروحة دي بيقول: أزب بها عنه، يعني يهش بها أي حاجة تطول حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ما قام من النوم فبيقول: سألت بعض المعبرين، الناس اللي بتفسر الرؤى، فقالوا له: أنت تذب الكذب، تذب الكذب عنه، فهو يعني تذب الكذب الذي ربما قد يلحق به صلى الله عليه وسلم من جهة التدليس أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده تصوير المنام، ده تصوير للحالة اللي كان عليها والإخلاص الشديد اللي كان عليه الإمام البخاري وهو يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك يعمل في مؤلفه الذي مكث فيه 16 عاما رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك قال بعد ما اتكلم عن هذه الرؤية: فهو الذي حملني على إخراج الصحيح. رحم الله تعالى الإمام الحافظ الفذ المبجل محمد ابن إسماعيل البخاري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون وسائر مشاهدينا الأعزاء الكرام في كل مكان. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. وناخد من معنا. أستاذة لمياء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة لمياء تفضلي فندم. ازيك يا دكتورة؟ عاملة الحمد لله الحمد لله. دكتورة كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال، بس أنا جوزي كان متجوز عليا من سنتين كده، يعني كان في مشاكل ما بيننا وكده، وأنا كنت قاعدة عند والدته. فأنا دلوقتي مش قادرة أتقبل
ان هو يعني يكون قاعد معانا وهو متجوز عليا. ولما جبت انت عندك البيت يعني عندك اولاد يا استاذه لميا؟ عندي 5. ما شاء الله 5 اولاد. انتوا بقالكوا قد ايه يعني؟ بقالي 12 سنة. 12 سنة. طيب وانتي عندك يعني قرار دار برضو مع 5 اولاد، يعني اعتقد انه عايز دراسة شوي ما ولا هي ايه؟ المشكلة في الأولاد. أنا رجعت عشان أنا كنت قاعدة في بيت أهلي يعني، بس رجعت عشان خاطر الأولاد. ايوه الموضوع عايز تفكير شديد وترتيب لأوراق حياتك كلها. انا مثلا ست بشتغل معتمدة على نفسي، من حقي ان انا اعترض انه يتجوز عليا زوجة تانية، لكن لكي حقوق ولكي برضو تفكير انك تفكري، لانه الانسان بيمر بحاجات كتير بس مش ياخد قرار كده، عايز يبقى محسوب كويس يا استاذة لمي. طب هو خالص ما بيسألش عليكم وما بيشوفكمش ولا؟ لا هو بيسألش عليا، بس بيسأل على أولاده يعني ممكن ياخدهم كده. أنا قاعدة أصلا في بيت عيلة يعني، طب ما بيسألش بس عليكي هو عشان بي انتي رافضة، فهو لا ولا عشان انتي رافضة الموضوع؟ أو. يعني انتي لو قبلتي الموضوع وممكن يجي ويسأل والدنيا تبقى كويسة. أو. طيب ربنا يفتح كده، اسمعيني ونسأل الله سبحانه وتعالى يلهمنا خير يا رب. بسم الله الفتاح. أستاذة منى، أستاذة منى، يا أستاذة منى، أستاذة نغم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا أستاذة نغم، الحمد أنا لله. آسفة على الإزعاج حضرتك. أبدا أبدا، تسعدينا. أبدا بخاطر، الحمد أمين لله. أمين يا السؤال رب. الأولاني للمطلقة، ليه عدتها 3 شهور حاضر والأرملة 4 شهور وعشرة أيام؟ حاضر. في سورة المعارج أيوة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة مين معناها؟ حاضر. في سورة الكهف أيوة من هو ذو القرنين؟ حاضر. في صلاة الجماعة ليه ثوابها 27 درجة عن الفرض؟ صلاة الجماعة 27 درجة عن الفرض ليه؟ عايزة الحكمة يعني، الحكمة من كده. ايه كمان؟ السؤال الأخير، إيه الفرق بين القلب والفؤاد؟ ايه الفارق؟ ما الفارق بين القلب القلب والفؤاد؟ والفؤاد. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك على الأسئلة الجميلة. خلونا نذاكر كويس بقى. ست أم علي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة نادية؟ أهلا بيك يا ست أم علي، أهلا أنا وسهلا. بحب حضرتك جدا والله. شكر الله لك. والحمد لله اللي ربنا يعني أسعدنا وكلمنا حضرتك. ده أسعدني أنا يا ست الكل والله. ربنا يبارك اتفضل. لك يا رب. آمين. أنا عندي سؤال، ابني كان من فترة، هو أيوه صراحة دلوقتي لسه مخلص جامعة بقاله يجي اللي هو في الأجازة اللي فاتت دي، وكان بقى بيشتغل بقاله من ساعة ما دخل الجامعة وكده، بس هيخش الجيش بإذن الله يعني في شهر 1. فهو بيقول لحضرتك هو أنا حوشت له مبلغ، فالمبلغ ده هو بيساعد نفسه وكده، بيصرف عايز يصرف على نفسه منه في الجيش. وبيقول لي سأل الدكتور نادي عليه لو ينفع هو حلال ولا حرام لو حط الفلوس دي في البنك وتبقى على هيئة شهادة، شهادة ده حرام ولا حلال؟ يعني الفلوس الفوائد اللي هو بتطلع عايز يعمل شهادة يعني، عايز يعمل شهادة ويصرف منها على نفسه. ماشي يا ست يصرف أم هو علي. على نفسه وهو في الجيش يعني، طيب عشان لما بينزل أجازة ما يحتاجش لحد وكده. تمام، لغاية لما يخرج وبعد كده يشتغل. تمام، نشوف هيعمل ده ايه. السؤال. حاضر، السؤال السؤال معاكي ده التاني. ليا انا، يا لا رب ولا يخليك. يهمك ولا يهمك. دلوقتي يا دكتورة نادية انا بقالي سنة الصراحة يعني الحمد لله بروح مسجد وبسمع فيه احاديث وبحاول احفظ قرآن والكلام ده. جميل. الحمد لله، بس كل لما مثلا يعني دلوقتي احنا بقالنا دخلنا في جزئين بنحفظ، وانا كل مثلا بهتم بالسوره اللي انا دلوقتي ايه بحفظها مثلا يعني ايه الجديد التحريم. الجديد ما الله ينور عليكي. فلما باجي انا اراجع مش بقدر اراجع بقى على الجزئين دول كل يوم، بلاقي نفسي مجهود ومش قادره اروح. لو قعدت طيب مثلا ما تجريش في الجديد قبل ما تثبتي القديم. ما احنا مع معلمه في المسجد،
هي بتثبت لنا الصراحة كل أسبوع مثلا نص جزء. ما هو انت اضغطي على نفسك في الأول شوية كده، وبعد كده الأمر هيبقى سهل. بس هو لازم، لان انا لو جبت اقعد احفظ في جديد وما اجيبش القديم هيطير على طول. لا انا بقول لحضرتك انا الحمد لله محافظه وماشيه معاه مظبوط. انت بتتكلمي على ما مضى اللي احنا مسميه الماضي. باجي بقى راجع على اللي فات، ايوه، الاقي نفسي مثلا بعد شهر الاقي نفسي نسيت اللي انا حفظته. لا ان شاء الله ما تكونيش نسيتيه، بس امشي لو هقول حاجه لحضرتك. يعني عند حضرتك تفيديني اكتر. حاضر. معلش. حاضر. وشكرا جزاك الله كل خير، وادعي لابني محمد يا رب يخليك عشان مدوخني. ربنا يبارك في عمره ويهديه ويصلح حاله ويجعله قرة عين لك، ويجعله من أهل الإخلاص ومن عباد الله المخلصين المخلصين، اللهم أمين أجمعين. أستاذة نعمة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا دكتورة نادي؟ أهلا وسهلا ست نعمة، اتفضلي. حبيبتي أنا بحبك في الله قوي والله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. بصي حضرتك، أنا بقول يعني أنا ليا أختي أصغر مني. واخدة بال حضرتك؟ أنا ما أعرفش ليه دايما بتخاصمني وتبعد بسنين يا دكتور. مش عارفة، نفسي أعرف السبب. أنا قلت لأختي اللي أكبر مني قولي لها في إيه عشان أنا أعرف، يعني مع اني ما فيش صله بينا، ولا اعرف تليفونها ولا اعرف بيتها. كان في مثلا بتغير ولا حاجه، حصل مواقف قديمه يعني؟ ما شاء الله على حضرتك. ما شاء الله. ما شاء الله جبت المفيد. بصي يا دكتور، يعني انا حتى مره قابلتها عند اخويا، احنا من غامره واخده بال حضرتك، ف اتقابلنا صدفه. انا كنت هناك وبعدين هي جت، هي واختي الثانيه، فانا قلت يا بنت لا ما اكلمها. فروحت يا دكتور رحت كلمتيها، قمت اتكلم عليها. قلت لها ازيك عامله واخده بالك؟ والله العظيم يا دكتوره ناديه ما رضيت تفتح ايديها، مكتفه ايديها كده وانا واقفه لها موطيه وهي قاعده، ما رضيت. قلت لها وخيرهما الذي يبدا بالسلام. نعم. على العموم سلام عليكم. بس انا وانا ماشيه بقيت جيت هنا عييت، جيت بيتي هنا عييت. يا ستي سلم عليكي من هو افضل منها، والواحد يسر. طيب انت ما زلتي بتوصليها وهي بتقطع ولا خلاص انت؟ لا كتير يا دكتور، اخر مره كنا في مناسبه قريب، كله قاعد بالترابيزات كده وشينا لبعض، هي لما لقتني راحت مدوره كرسي وبصت الناحيه يعني الثانيه. ما هي في نفسها شيء، اي مكان كان سببه ايه؟ لكن سؤال حضرتك انك زعلانه انها بتعمل كده، ولا انك عايزه يعني ما أنا تستمريش؟ وعايزه اكلمها بس هي مش راضيه تقبلني. طب ما فيش حد في العيله مثلا بتسمع كلامه ممكن نكلمه يعرف هي ليه واخده جنب مش عايزه تسلم على حضرتك؟ ما فيش حد في العيله يتدخل؟ ما فيش، هي كلهم. اختك الكبيره اللي حضرتك قلتي عليها دي ما تنفعش. سلبيين، هم سلبيين، ما حدش بيتدخل. عم، خال، خاله، مش لازم الاخوه والاخوات؟ ما فيش يا دكتور، كلهم ماتوا. حد من صديقاتها انت تعرفيه، اصحابها، حد مقرب اليها؟ هي واخده جنب كده مع نفسها ومش عايزه تعرف حد، مش انا بس، احنا كلنا واخده بالك، هي متجنبانا كلنا. تمام يا ست نعمة، شكرا لحضرتك وأنا فهمت السؤال. حاضر، هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه لميا بتسال ان هي زوجها تزوج عليها من سنتين وهي عندها 5 ولاد منه، وعايزه تطلب الطلاق لان هي مش يعني مش قادره تتحمل انها تعيش معاه وهو بيروح للزوجه الثانيه. وانا سالت الاستاذه لميا، طيب هو بيسال؟ قالت لا. طب لو انت يعني بقيتي معاه كويسه لطيفه الى حد ما ممكن يرجع ويتكلم معاك ويسال عليكي؟ قالت ايوه. يعني يا أستاذة لميا، مع 5 ولاد، يعني أنا رأيي ولا أستطيع أن أنا أفرضه على حضرتك، أنا لا أنصح بطلب الطلاق والانفصال. المهم أن زوجي ده بيلتزم معايا بالواجبات
تجاههم وتجاهي، وبعدين الود اللي بينك وبينه أنت قافلة الباب، فأنا شايفة تفتحي الباب لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. مصرة أنت على مسألة الطلاق بخمس أولاد، أنا مش عارف وضعك وظروفك، حياتك، أوضاعك الاقتصادية إيه، تقدري تفتحي البيت لوحدك، تقدري تعيشي لوحدك، تقدري تتحكمي في الولاد لوحدك. الولاد في مرحلة معينة كمان بيبقى فيه احتياج للأب بصورة كبيرة، والسيدات بتتسرع بمسألة الطلاق وما شابه ذلك. فالأولى الإنسان يستخير ربه سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر له الخير وأنه يهيئ له من أمره رشدا. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إلى ما يحب ربنا ويرضى، وناخد أنه في موقف حصل في الحياة لازم أتصرف فيه بقدر أو على قدر كبير من الحكم، مش قرار بس انفعالي عاطفي. والسيدات بطبعهن بيميلوا إلى العاطفة، ده شيء طبيعي لأنه ده الكمال في خلقتهن. فنعمل إيه؟ ناخد القرار بتاعنا بالراحة جدا، وأشوف كل الأبعاد، أبعاد ولادي، أنا هعمل معاهم إيه لوحدي، أنا لما أستقل ببيت لوحدي إيه الوضع، هقدر أباشر عملية الإنفاق وخلافه، ولا هيكفيني القدر اللي هو هيدهوني وأنا في الوقت ما أنا مطلقة. الاعتبارات دي كلها تقعدي تفكري فيها بدل ما أخد قرار وقتي. أنت كده كده بتقولي له ما تجيش وقفل الباب في وشه، أنا شايفة نفتح الباب ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهدينا إلى سواء الطريق في الأمر اللي أنت عزم عليه ده يا أستاذة لمياء. الأستاذة نغم ليها مجموعة من الأسئلة، بعضها نجيبها النهاردة والبعض الآخر في الحلقة المسجلة خاصة بالرد على الأسئلة. بتسأل ليه إيه الحكمة يعني من إن المطلقة عدتها 3 شهور وإن الأرملة 4 أشهر و10 أيام؟ العدة الحكمة منها تعبدية، يعني بنعمل ده وقالوا سمعنا وأطعنا، فبنعمل ده تعبدا لله سبحانه وتعالى الآمر بذلك. ما بنقولوش ليه صلاة الصبح 2 ركعة وصلاة المغرب 3 ركعات. إذا كانت هناك أقوال لبعض العلماء فهي في الحكم، إيه الحكمة من ده، تمام، وبحثوا بقى في بعض الحكم. لكن العلة فيها هنا، العلة هنا تعبدية يا صاحبة السؤال. بالنسبة لي السؤال الثاني اللي حضرتك بتقولي ليه ثواب صلاة الجماعة 27 وأزيد من صلاة الفرد وحده؟ بسبب اجتماع المؤمنين أو الاجتماع بين المؤمنين على الخير وعلى الطاعة، وده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وإن في تزكية لأن يجتمع الناس على الخير، وليس هناك أفضل من أن يجتمع الناس على أمر العبادة كالصلاة، وأن الإنسان المؤمنين بيصطفوا صفوفا بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى ملبين نداءه، يقومون بإقامة الصلاة. فبسبب الاجتماع نقدر نقول الحكمة في ذلك، بسبب الاجتماع بين المؤمنين على الخير. الست أم علي بتتكلم، ليها سؤالين، بتتكلم عن ان ابنها عايز يحط الفلوس في البنك، فينفع يحط الفلوس شهادات ويتعيش منها؟ الامر جائز، البنك وظيفته اتغيرت للاستثمار لا للقرض والاقراض، لانه فكره انه المواطن بيودع او بيسيب في البنك مبلغ عشان يستثمره وفي نفس الوقت ينتفع بالريع اللي هيطلع منه، فده لأنه المواطن بيروح للدولة في أحد مؤسساتها وهي البنك، والبنك ده في قوانين بتحميه، في البنك المركزي في قوانين بتحمي إيداعات المواطن بعيد كل البعد عن الغرر والضرر. فأنا بحط الفلوس أستثمرها وأنتفع بالربح بتاعها، لا مانع في ذلك. وسقنا التفصيل في هذه المسألة مرارا وتكرارا، يضيق المقام بإعادة ذكرها. السؤال الثاني الخاص بأن حضرتك بتحفظي القرآن وبتنسيه، يعني بتحفظ الجديد اللي هو القدر الجديد وتيجي في القديم تلاقي نفسها يتفلت منها، لأن أنا لازم أعمل لنفسي نظام ما بين الجديد اللي أنا حفظته وما بين الماضي، احنا نسميه كده مع مشايخنا الماضي أو ما تم في الماضي حفظه،
فانا عندي الجديد وعندي القديم، او الجديد والماضي بتاعي، الماضي بتاع الذي حفظته من القران الكريم. فانا اعمل ايه؟ لازم يكون عندي، انا مثبته وقت الانسان يبقى عنده وقت للقران يوميا، لان انا النهارده اما اجي احفظ واقعد احفظ والتثبيت تثبيت ما تم حفظه ضعيف، هنسى. القران على طول عايز الانسان بيتعهده، فسددي وقاربي، والاهم تثبيت القديم وبعد كده الزيادة في الحفظ. ومشي خمس خمس زي ما العلماء علمونا، خمس آيات بخمس آيات، وأعمل يوميا وقت أنا بذاكر فيه أو براجع فيه القديم بنظام اللي المعلمة أو المحفظة جزاها الله خيرا بتوجه وبتعلمكم في هذا الأمر، بس ما يفوتش يوم من غير ما أجيب قرآني. وفي القرآن بركة، وفي الاتصال به بركة وزيادة خير عظيم. هتبت، ولما أجي أتبت ينفع أن أنا أقرأ بسرعة عشان ما أخدش وقت، أقرأ بسرعة بحيث أن أنا يبقى أقدر أقرأ أكبر كم من اللي فاتني فأقرأ فيه، بحيث أن أنا ألحق أني أتبت سريعا وأخد القدر الجديد. وتقدر يتقسمي حاجة أول النهار وحاجة آخر الليل، وما تبقاش في وسط يعني دوشة اليوم، أستهل به اليوم وأختم به. وتقدري كمان من الطرق اللي كنا بنعملها وبتعين في حفظ القرآن، أن أنا أصلي باللي أنا حفظته بالمحفوظ ده، أصلي به في صلاتي. وده ربنا إن شاء الله يفتح عليكي، وسالي الله سبحانه وتعالى أنه يجعلك من أهل القرآن الكريم، وإنك تقدري تثبتي. الأستاذة نعمة اللي أختها قطعاها الصغيرة، ويعني في خصام هي مقطعة الناس كلها، وهي بتحاول تكلمها وهي لا تكلمها. افعلي الخير، أنا بعمل الخير، أؤجر عليه ولا لا أؤجر عليه؟ أؤجر على الخير الذي أقوم به وأبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وعليك إنك تسألي ربنا، أدعي ربنا بصلاح الحال، أدعي ربنا بصلاح الحال، ده لازم يعني. وأدعي لها أن ربنا يعني يصلح حالها، وما خدش نية قطيعة. وليس الواصل كما أخبرنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الصلة الحقيقية لما أنا اللي قدامي من صلة الرحم بتاعتي يقطع العلاقة وأنا أوصلها، وأصمم على ذلك وأدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الأحوال. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك، وإبراهيم خليلك، وموسى كليمك، وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا
فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.